العمد والشبه العمد. العمد واضح أن يتقصده ويضربه بما يقتل عادة، يضرب المسدس بالسكين، يرمي من مكان عالي، يدهس بالسيارة، يموت الإنسان من هذا الشيء. هذا اسمه إيش؟ قتل عمد. شبه العمد أن يقصد ضربه لكن ما قصد قتله، كأن يضربه بعصا ليست غليظة، عادة العصا هذه ما تقتل، أو يضربه كف، كف ما يقتل، لكن قدر الله ضربه كف فسقط على رأسه صار في نزيف داخلي مات، أو ضرب أو دفعه دفع لكن هذا الدفع الرجل مع قلب فتعب قلبه فمات، هذا اسمه إيش؟ شبع عمد. لماذا شبع عمد؟ لأنه تعمد أن يضربه لكن ما تعمد أن يقتله. القتل العمد ماذا؟ يتقصد ويضربه بآلة عادة ماذا؟ تقتل، مسدس ولا سكين ولا يرمي من فوق عالي ولا يدهس بالسيارة ولا يحرق بالنار، هذه يموت. تقصد وفعل هذا الفعل يسمى عمد. تقصد أن يؤذيه، أن يضربه، أن يدفع، لكن ما قصد أن يقتله ومات وقتل بهذا، يسمى شبع عمد. وفي قتل خطأ اللي هو ما في قصد القتل أبدا، مثل حوادث، عمل لحادث دهس واحد ولا رجع ولا دهس لواحد ولا عمل يعني أي حادث من الحوادث فمات الذي أمامه، هذا اسمه خطأ. إذن في قتل عمد وشبع عمد وخطأ. الآن الكلام كله عن ماذا؟ في البداية عن إذا قتله متعمدا أو شبه عمد.